يشهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس ورئيس جامعة الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة غدا توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة والجامعة لبحث تصنيع المنتجات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتبادل الخبرات الفنية والعلمية. مزيد من التفاصيل في سياق ذلك التقرير. النهاردة موضوع البروتوكول في موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأساسي في التعاون في مجال تحلية مياه البحر وتصنيع فلاتر الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، ودي تكنولوجيا حرجة تمتلكها بعض الدول، أو بعض الدول يعني أنا بتكلم على عدد من الدول يتعدى على أصابع اليد الواحدة بتمتلك وتحتكر هذه التكنولوجيا. التعاون مع جامعة اسكندرية لديها مركز للتميز المائي متخصص في مجال تحلية مياه البحر، فاحنا بنتعاون مع الجامعة النهاردة في صناعة هذه الفلاتر. فبروتوكول يهدف إلى ربط الجامعة بالصناعة أو الأكاديمية بالصناعة، وده اللي احنا بنطالب بيه على مدار يعني عقود وسنوات سابقة يعني. فالحمد لله النهاردة التوقيع ده يعتبر جزء من تنفيذ هذه المبادرات لربط الجامعة بالصناعة. الحقيقة البروتوكول بيهدف إلى عدة أهداف يعني. من الأهداف الرئيسية الموجودة في البروتوكول، الهدف الأول بنتكلم على تصنيع بعض المكونات اللازمة لمبادرة تطوير الريف المصري أو القرية المصرية ومبادرة حياة كريمة، وهي تصنيع طرمبات مصرية بنوها ومصري يعني. الهيئة العربية للتصنيع تقوم بهذا العمل. الموضوع الثاني بنتكلم على موضوع يعني هاي تك، تكنولوجيا عالية، مصنع بنتكلم على نقل تكنولوجيا خاصة بتصنيع الأغشية اللازمة لتحلية المياه. والنهاردة يعتبر بداية لربط الجامعة بالصناعة بصورة مؤسسية ما بين جامعة عريقة زي جامعة كلية الهندسة، جامعة اسكندرية كلية الهندسة، وفي نفس الوقت مع هيئة تمثل أحد قلاع الصناعة في مصر وهي الهيئة العربية للتصنيع. يمكن كان ابتدى التعاون ما بين الهيئة وما بين الجامعة من فترة في مجال صناعة الطرمبات، وكان الناتج عنه هو عمل خط إنتاج لتجميع الطرمبات. ويمكن كلية الهندسة جامعة اسكندرية خصيصا ساعدت في مجال اعتماد التصميمات الهندسية لهذه الطرمبات، وأيضا في تصميم خط الإنتاج نفسه.